ممكن تأكدوا أننا إن شاء الله وزارة بما يليق بطموحات الشعب المغربي تحت التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية باش نستطيعوا نكملوا البرنامج الحكومي لحكومة صاحب الجلالة اللي كيترأسها السيد عزيز أخلوش. احنا طبعا غد كنتعهدوا اننا غادي نشتغلوا بمسؤولية وبجدية باش نحققوا ان شاء الله احسن نتائج لفائدة الشعب المغربي قاطبةً.